والله تحية للأستاذ الطاهر حسن التوم. هو مقال ليس انتقاد للسفير البريطاني فقط، إنما حتى للمنهج الذي تتبعه بريطانيا في المساعدة على السودان حتى هذه المرحلة. ليس سرا أن الحكومة البريطانية والمخابرات البريطانية وقفت وراء هذه الثورة المصنوعة تدبيرا وتخطيطا وحتى إعاية للمجموعات التي تحكم السودان الآن. وأول هذه المجموعات دكتور حمدوك نفسه، دكتور حمدوك معه مجموعة من رجال المال والأعمال والإعلاميين والسياسيين، هو المعروفين بالإنجليش باسكت، هي المجموعة التي تتحكم في الشأن السوداني. والمقربين من رئيس الوزراء هم أكثر الناس قربة للسفارة البريطانية في الخرطوم. ولذلك العرفان ما يقوم به عرفان هو تنفيذ بمخطط دفع فيه الحكومة البريطانية أكثر من 140 مليون جنيه استرليني في الدعم الإعلامي والدعم السياسي. والرجل يقوم للأسف بدور رجل المخابرات بربط عنق دبلوماسية، ووقع في أخطاء كارثية التي اضطرت الحكومة البريطانية في النهاية لمحاولة إنهاء فترة عمله بالسودان تحت ضغوط كثيرة جدا جدا. هو فقد الرأي العام السوداني، أصبح هنالك هجوم شرس جدا عليه من فئات كثيرة جدا جدا طالبت بإبعاده من الخرطوم. وليس سرا أيضا أن حتى مجلس رئيس السياسة تحدث أنهم طلبوا من رئيس الوزراء أكثر من مرة إبعاد هذا السفير، لكنه لم يستجب للرسالة، وبالتالي أخرج الرجل رماسي. ولم يكن يريد أن يغادر السودان، لكن التخطيطات الكثيرة التي تحتاج لاضطر أن يخرج إلى السودان. لكن خروجنا السودان لا يعني أبدا أن بريطانيا ستترك هذا الملف، تترك رعاية هذه الحكومة الحالية، وهي حكومة بأحزاب نشأت في بريطانيا. حزب الشيوعي السوداني ينشر المخابرات البريطانية منذ 40 عام، وهناك حزب آخر ينشط في الحكومة الجديدة، أحد الأحزاب المقربة إلى بريطانيا. الشيء الملاحظ أيضا أنه أكثر المجموعات التي كانت تنشط في هذه الصورة المصنوعة كانت مجموعات الشيوعيين المتدينين في بريطانيا. ولذلك العلاقة بين بريطانيا والحكومة الحالية، حكومة الثورة المصنوعة، لا 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 يقتل أي إنسان. وعرفان كان مقوم أن نمشي بهدوء شديد جدا جدا لحماية هذا المخطط الرامي إلى تخريب المنهج في السودان، لكنه استعجل وكان هذه النهاية. هل يمكن اعتبار يعني التعجيل بمغادرة عرفان هو نجاح للضغط الشعبي في هذا الموضوع؟ احنا كان لقينا مظاهرات، لقينا في كلام في السوشيال ميديا، كان في حملة كبيرة على عرفان. يا هل ممكن نعتبر ده نوع من نجاح الأدوار الشعبية، ما يدفع بأنه المفترض الشعب ياخذ زمام المبادرة ويكون عنده ضغط في ملفات أخرى؟ البريطانيين طبعا حساسين جدا جدا للرأي العام، يعني أي سفير أو أي دبلوماسي وحتى ذلك عندهم عندما يتم الضغط على الرأي العام يتم بطيب داله. وتم تغيير عرفان الأمر، هو فقد الرأي العام السوداني، وأيضا فقد المجموعات التي كانت تشجعه. الرجل طبعا أصيب بخيبة أمل كبيرة جدا جدا من ضعف مقدرات القيادة الحالية، وهي قيادة كما قلت أنفقت عليها بريطانيا كثير جدا جدا من المال والجهد والتدريب، لكن للأسف لم تستطع تقدم شيئا، لم تحدث فارق. الرجل بين غضبه من المجموعات التي تم الإنفاق عليها وتمت رعايتها، وحتى الآن السفارة البريطانية تدفع مرتبات كثير جدا جدا من المحيطين برئيس الوزراء. هذه قضية مفروغ منها. غضب الرجل من بؤس المنتوج الذي تقدمه الحكومة الحالية، ضعف الأداء لهذه الحكومة التي عرفت بإطار رعاية مباشرة ورعاية معروفة جدا جدا لكل الذين لهم علاقة مباشرة بيوميات هذه الثورة المصنوعة. لذلك خروج الرجل كان إنتاج مباشر للرأي العام الذي طالب بإبعاده من ناحية، والأمر الآخر أنه ارتكب وقعة أخطاء دبلوماسية كارثية كبيرة جدا أدت إلى تعجيل خروجه. يكفي أنه شخصيا كيفن هاتسون وصف الرجل بأنه غير محترف دبلوماسيا ويقوم بنشاط سياسي فيه كثير جدا جدا من الغباء الدبلوماسي. أستاذ عبد المجيد عبد الحميد الصحفي، شكرا لك على هذه المداخلة.